اللعب يا شباب يلا. والله كفو. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، طمنين حالكم. قبل بدء الفيديو، صلى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اذا انت مو مشترك تحت، انت تحت اشترك، فاز الرجاس وحط لك هذا الفيديو. فيديو اليوم يا شباب، انا وصاعد للجراند ماستر علاب بشخصيه ادم. صراحه يا شباب الفيديو حلو ومستحق المشاهده، وهذا تحدي كثير يعني صعب، انه بشخصيه ادم ما في ميزات شخصيه. والله شكرا، شكرا على دعمكم. فخلينا وصاعد الفيديو لل 35,000 لايك، ورابط حسابي الانستغرام تحت في الوصف. ما تمشي على 2000 متابع، وكان معكم اخوكم حسوني. بترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة. العب يا مدمرك، اذا حبك يصير الموت. قال والله يا حسون، اذا حبك يصير الموت. الله، ولا موت بايدك تفنه، هي والوقت بعالقبر مظلوم ومات وما شبع منه. مين انت؟ واحد بس. ولا لا؟ يا ريت ما كلك. في واحد. واد يسارك حسين، دير بالك اخوه. أسطورة أسطورة عمي حسون، كف كف القلب، كفك الطيب يا قلبي. يلا بين راسك بلايد. وين بدك تهرب؟ يعني اجاك حسون، انت بتعرف شو يعني حسون ولا ما بتعرف؟ حبيبي ما بيعرف، اترك ولا نشوف. عم يتزحلق منذ الثلج. العب العالم. كسر كسر فيكو، كسر كسر بالثلج يا شركو، كسر بالثلج يرحم ابوك. العب يا مدمرهم. تعال الاول، تعال انت تعمل ايه يا حسوني؟ انت تعمل ايه؟ لا اله الا الله. ليه اللي اخذتوني؟ يا رب وراك وراك حسوني، وراك وراك. ايه؟ عم تفرق كليت هذول. نزلت على مفوت يا شباب. اخوك يدعمك يا بنت، جي شامي يطلب ايدك، ولا بعمري عائل كل، وحياة الاله بريدك، عشت طول وعرض السنة، ولا بعمره راسي بنحني، لما دخلتي بعمري الي، من عمري ان شاء الله بيزيد، انا لما بحبك. رايكم رايكم بالصوت. الله الله عليك. في ناس، في عالم، في بني ادمين، في بشر. شباب فصل النات. ما شاء الله. شنو هذا؟ استمع يا قلبي، استمع. عمر ايش هذا؟ ترد بتاخذ امك كيف؟ بس فين صندق عليه يطير حسابه؟ والله دم احمر، والله يا الله شو دمجته. اوكي بس بطلت كده، هبت كنوف والله.
اللوب يلا والله ما بكتبه والله ما بخليه يلا اللوب الثاني يلا بسرعة بسرعة احمد بس لابس لبسه ادم كمان قاعد متيم معاك تيم معاك لا تيم والله ليه تيم تنزل عشان بتطوي كان ديوز سنفت اللوبي مشكون ولا لا في واحد نك يا قلبي شبي تعال دريم تعال من دريم يا قلبي نوك لي واحد نك شوف الدرام الاسطوري اللوبي يا شباب يلا والله كفو يلا كلها بنتحر اشلح الخوذة بس كفو الدراري كلكم معنا بعض سرع الكل والله طلعوا من عينه للكل جنبك يا جنب كفو ابوك الطيب فشي خذك 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 خذي اللدى لوت المشكلة هون الأسلحة البعيدة على فكرة يا الله سرقوا لي كيل إن شاء الله في ده خدني شو بس جاي يساعد أكثر معه جاي يساعد لا 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 والله ما شفته شخصية بنتي هو حاضر عندي التلجي ورا التلجي حاضر يا حرام المنطقة لي لما لو ما عايز يلعن ما يخيف ما بخوفه كلبك رو بس كان حلت خلاص يلا كمان ترك مان كان لي تشتها فكر في واحد جنبك سكوت كامل فكرة خير بس خيري شو جابوا له هناك؟ هجو رفو ما بعرف شنو اسمه بس كحلة هاي البكحلة من المرأة لما بكحلة هو هاي كحلة يا عين عليه انا ما قدام جوك شلون طب يصير يروح
والله يا زلمه مخ، لما يكون عندك مخ لا احتراف ولا شيء. عارف كاني واحد اجا يا زلمه معي 15 علبة دم. حلو حلو، هاي ليش باخذ دم كثير؟ يعني انا دمي خفيف وين بيروح؟ هذا كفو دم، كفو كفو دراري. ضرب بس بوكس، عفوا والله عفوا. يلا بالبوكس لعيبها، بلاش مش وياك احلي. انا راح اكب الاسلحة بالبوكس. اي يلا كف كف بزاف.